ايوه هذا مقطع عن موضوع التوازن فوق ظهر الحصان، مقولة دائما تنقال او شيء دائما ينقال للمبتدئين الاجانب وربعنا اخذوه من الاجانب، وهو معلومة صحيحة بس خلينا نقول كلمة حق اريد بها باطل، خلينا نقول فهم منها باطل. كلمة حق فهم منها باطل يعني شيء صحيح لكن فهموه غلط او شرحوه بشكل خاطئ. حافظين مو فاهمين على ما قالوا البعض او خلينا نقول الاغلبية، لا مو بالكل. وهي فكرة انك العنان ليس للتوازن، العنان للتوجيه. كراكب ما توزن نفسك على ظهر الحصان عن طريق العنان، العنان فقط لتوجيه الحصان. وهي موضوع صحيح، اي شخص يفهم في الركوب الصحيح يقول الشيء هذا، واي شخص يفهم في الركوب الصحيح بانواعه يطبق الشيء هذا. عاده يركب ركوب صحيح ما يعتمد على العنان عن طريق الشعبطه الزايده او رفع اليد الزياده عشان يثبت على ظهر الحصان. هذا غير موجود ابدا، اي شخص يركب ركوب صحيح باختلاف طرق الركوب وانواعها لحظة انه يثبت نفسه على الحصان بدون ما يتشعبط زيادة او يرفع يد زيادة او يلم العنان زيادة عن اللزوم عشان يثبت، فما يعتمد على العنان للثبات لا شك فيها. لكن عندما ياخذون هذه المعلومة يحفظونها حفظ، وش الحل اللي يعطونه للمبتدئين عادة؟ يعني يجي يقول لك انت ما تثبت نفسك على الحصان عن طريق استعمال العنان للتوجيه فقط، حلو، كيف اثبت نفسي؟ الغالبية العظمى يسوي يعطيك شيء اردى من تثبيت نفسك عن طريق العنان. يعني لو انه خلاك على تثبيت نفسك بالعنان والشعبطة مع الوقت الحصان بيعلمك ان هذا خطأ بتعلم الصح. لكن الحل اللي عادة يعطى لك اسوأ بمراحل من الحل او من الشيء اللي انت قاعد تسويه او اللي وكلا تسويه اللي هو الشعبطة بالعنان. الان نشرح وش الحل اللي يقولونه وليش اسوأ من الشعبطة بالعنان. الغالبية العظمى من اللي فاهمين الموضوع خطأ يقول لك ثبت نفسك عن طريق رجولك، سواء انك تركب بدون سرد تضم رجولك زيد عن النزوم وتستعمل ركابك، او لما تركب بالسرد تعتمد على الركاب زيد عن النزوم. فكأنما أنه نقل الشعبطة استعمالك للقوة من فوق عند يدينك وحطها تحت. الفكرة واحدة، ما هو فاهمين ليش الشعبطة بالعنان خطأ، مو فاهمين ليش استعمالك للعنان للثبات خطأ أصلا. لابد تفهم ليش. لو فهمت ليش كان ما أعطاك الحل، أو لو فهم الشخص ليش كان ما أعطاك الحل، هذا اللي هو يعتبر أسوأ من المشكلة نفسها. الشعبطة بالعنان للثبات فوق ظهر الحصان خطأ، لأن ببساطة استعمال القوة يخلي الحصان يقاومك. لما الحصان يحس أنك عشان ما تطيح تجر على وراء، عشان ما تطيح ترفع يدك فوق، عشان ما تطيح تستعمل عنان قوة، يحاول يتخلص منك. طبيعته لما يحس أنك وزن زايد فوق، أنك متشعبط فيه، أنك دخيل عليه، طبيعته يقاوم فيحاول يقمص أو ينطلق عشان يتخلص منك عشان يحس بالأمان. فلما تقول للشخص لا تشعبط بالعنان، تشعبط برجولك أو تشعبط بركبك أو تشعبط عن طريق أنك تحط وزنك كامل على الركاب، الحصان يبدأ يحس أنك متشعبط فيه بجسمك عضليا، فنفس الفكرة يحاول يطيحك. فالموضوع شعبطة شعبطة، إذا ما راح يتغير الشيء اللي خلى الموضوع خطأ أساسا. طب ليش يعتبر أسوأ؟ لأن الشعبطة بالعنان عادة يرد عليها الحصان برقبة. يعني الشخص لما يرفع يدينه فوق أو يجر على وراء أو يجمع زيادة، الحصان عادة بيقاوم الشيء ذا برقبته، فبتضطر بسرعة تعلم. الحصان بسرعة يعلمك أن الشيء ذا خطأ ترى بتطيح على وجهك، فبسرعة تعلم يدك كيف تتصرف صح، انك ما تعسر نفس الوقت ما ترخي، تبدأ توزن يدك بالشكل المطلوب مع الوقت. بينما الشعبطة برجولك صح انها اسوأ مراحل، لكن تاخذ وقت انك تعلم. يعني بالنهاية خاصة لما تركب سرج، بالنهاية مهما الحصان حاول يطيحني اقدر اثبت نفسي عن طريق السرج، فتصير تستمر تسوي الخطأ والحصان يستمر يحاول يقاومك، بس بسبب امانك من السرج ما تضطر تغير الخطا اللي انت قاعد تسويه. وحتى اذا كان بدون سرج يصير لو كان صغير في السن او ما زال جسمه مستصحة او جيد، يبالغ واستعمال العضل يقوي عضلاته، يقوي عضلات الفخذ او الركبه او الساق، فيصير يستعمل الجسم زياده والحصان يقاوم زياده. سبب تخطيء الشعبطه او استعمال العنان للثبات ما زال موجود. فاغلب الحلول اللي الحل او غالبا الحل اللي يعطى لك بدال ما تتشعبط بالعنان، مو بس نفس الخطأ، أسوأ من نواحي نفس الخطأ أو يعتبر خطأ، لأن السبب اللي خلى الشعبطة بالعنان ما زال موجود هنا. ليش أسوأ؟ من زي ما قلنا العنان لو تشعبطت بسرعة بتتحسن، الحصان بيضطرك أنك تتحسن، بينما الشعبطة بالعضلات إلى حد ما بتطول في التحسن، أنك تحسن من مرة مضطر أنك تتطور بشكل سريع. طيب إذا ما هو الحل الصحيح؟ الحل الصحيح طبعا مع الوقت يجي، ما يمكن تجي عند شخص مبتدئ منه طريق تخليه يسوي الصح. هذه النقطة لابد يعرفها الشخص المبتدئ في الركوب. أغلب الناس المبتدئين في الركوب يتوقعون أنه ممكن يسوي الصح، لا يمكن كمبتدئ تسوي الصح. أنا أنت 10 20 شخص تعلمنا شيء صحيح سنوات، ثم لما جينا نطبقه أول مرة بنطبقه خطأ حرفيا. لو تعلم الشيء سنوات شفويا ثم تحاول تطبقه على حصان قود أو ركوب ما راح تطبقه صح، لأن الشيء لا شعوري عصبي، مو فقط علم أو مخ. الخبرة مهمة لكن الموهبة والاستعداد والخبرة والممارسة أهم.
عفوا الخبره مهمه، الموهبه والاستعداد والممارسه اهم من الخبره. فممكن تفهم الشيء لكن بالطبق خطر البدايات. فالصح هو ان الشخص يعطيك حل مؤقت ويعلمك الصح، طبعا ويعلمك الصح، لكن لين تتقن الصح او لين تحسن دقتك بحيث انك تقدر تسوي الصح يعطيك حلول مؤقته. الصح وشو؟ ثم نعطي الحل المؤقت لين نجيب الصح. الصح ببساطه انك تعتمد على العلل الثبات. اه توك تقول خطا، نعم خطا اذا توافق او خلينا نقول حصل مع السبب اللي خلاه خطا هو خطا، لانك اذا اعتمدت على العنان للثبات فوق ظهر الحصان، الحصان يحاول يتخلص منك. طب انت الحين تقول ثبت نفسك عن طريق العنان، مو بالعنان يثبتني، مو برفع العنان يثبتني، مو بجمع العنان يثبتني، مو بجري العنان يثبتني. اركب الحصان صحيح بشكل صحيح بالعنان بحيث انه يوزن تحتي، يصير يمشي مشي موزون. اذا تحكمت باتجاه الحصان تحكمت بسرعته، واذا تحكمت بسرعته صار ثباتك عليه سهل. انت تقدر تزيد متى ما بغيت، تخفف متى ما بغيت، توقف متى ما بغيت، ترجع ورا متى ما بغيت، توجه يمين يسار متى ما بغيت. اذا صار الحصان تحتك زي ما تبغى صار ثباتك عليه اسهل. فانت ثبت نفسك على الحصان عن طريق العنان، مو بالعنان ثبتك، ثبت الحصان تحتك بالعنان، فصار الحصان سهل انك تثبت نفسك عليه، او بالاحرى الحصان ثبتك فوقه. زي ما قلنا انت ما تثبت نفسك على الحصان، تقنع او تخلي الحصان يثبتك فوقه. فهذا الحل رقم واحد، ثبت نفسك عن طريق العنان، بس مو بالشعبطة، مو بالجر، مو برفع اليد، بالتحكم بالحصان عن طريق العنان. لأنك لو تحكمت بالحصان عن طريق الأدوات الأخرى مثل زي طرق الركوب الصحيحة اللي تستعمل المهماز والعصا وغير الأدوات، حتى اللي تعتمد على الرجل باعتماد قوي جدا زي الطريقة الأمريكية والإسبانية 80% أو 70% على الرجل، هذه محصلة نهائية. حتى اللي يعتمد على الرجل في البدايات يوزن الحصان باليد، يتحكم بالسرعة ويتحكم بالاتجاه، ثم تدريجيا ينقل الأوامر من فوق لتحت. انت لما تشوف يتحكم بالرجول وكل شغله تحت بالمهماز وغيره والعنان مرتخي، هذه محصله نهائيه. لكن في البدايه استعمل العنان بشكل صحيح، تحكم بسرعه، تحكم باتجاه الى اخره. هذا الاساس، توزن الحصان تحتك فيوزنك الحصان فوقه، توزن الحصان تحتك عن طريق العنان، مو بشعبطه، مو بجر، مو باستعمال قوه، ركوب صحيح. ما هو ركوب صحيح؟ شرحناه في اليوتيوب كثير، سواء طريقتك التزليق او مواكبه، انك تواكب الحصان في الثلاث، السحب والتفضيه والتذكيه، تزلق قد ما سحب نفس الطول نفس القوه من جثه من جهه حسب وضعه، تجمع نفس الطول نفس السرعه من جثه من جهه حسب وضعه، تكي قد ما تكى من جثه من جهه حسب وضعه، او تقفل ركوب طرق الركوب الصحيحه الاخرى، القفل بانواع الاسبانيه الفرنسيه المكسيكيه الامريكيه الى اخره، شرحناها ايضا باليوتيوب، طرق القفل والتزليق المواكبه شرحتها. فطريقه ركوبك لازم تكون صحيحه عشان الحصان يوزن تحتك فيصير ثباتك عليه سهل، او ثباتك على ظهره سهل. ثبت الحصان تحتك بدل ما تثبت نفسك فوقه، خله هو يوزنك فوقه بدل ما تثبت نفسك عليه. انا ما ثبت نفسي على الحصان، اخلي الحصان يثبتني فوقه. طيب كشخص تعلم الطريقه حتى لو فهمها ما راح تطبقها من الطريق، كون الشخص منه والطريق يطبق الطريقه والطريقه تثبت على ظهر الحصان، هذا غير وارد حتى لو فهمها، انه يحتاج وقت زي ما قلنا وممارسه. كحل مؤقت، كل ما اختل توازنك حاول تثبت توازنك عن طريق تثبيت الحصان تحتك. احنا ليش قلنا ان تثبيت الحصان تحتك بالعنان صح بالشكل الصحيح اللي قلنا؟ ببساطة انك تتحكم بسرعته واتجاهه. اذا الحل هو انك تتحكم بسرعه واتجاه الحصان، لو تحكمت بسرعته واتجاهه صار الحصان يمشي بشكل موزون يسهل عليك الثبات فوقه. فكشخص مبتدئ لين تتقن الطريقه دائما تذكر لما يختل توازنك لا تشعبط بالعنان، منتهي منها. طيب ايش تسوي؟ تشعبط برجولك؟ لا تشعبط برجولك. طب شو اسوي؟ ثبت الحصان تحتك. طب كيف اثبت الحصان تحتي؟ ما عندي دقه في الركوب. تحكم بالاتجاه. شلون تتحكم بالاتجاه؟ تغيير الاتجاه، لفت. كل ما حسيت ان توازنك اختل ايش كنت تسوي؟ تتشعبط او ترفع يدك ورا وتستعمل القوه، صح؟ خطا. يعني صح هذا اللي كنت تسويه، نعم هذا خطا، لابد تتوقف عن فعله. حلو. وش الحل؟ اعطوك اياه، تشعبط برجولك واستعمل ركبك والركاب وغيره، خطا. حاول تخلي. طب ايش اسوي؟ كل ما اختل توازنك سواء في المسار او خاب او حتى الهد بالبطيء، غير اتجاه الحصان تغيير واضح، سواء درج بشكل متعرج او دائره او حتى لفه كامله. مجرد تغييرك لاتجاه الحصان اول شيء يضطرك انك ما تبالغ في الشعبطه بالرجول او الشعبطه بيدينك. ثاني شيء لما تغير اتجاه الحصان حتى لو قاوم التوجيه او رفض التوجيه يصير يقاوم بشكل موزون اكثر من الحركه اللي كان يسويها. يعني فرضا الحصان كان هذا منطلق او متفلت او يقمص فرضا، وانت اختلت توازنك وتحاولت تشعبط بيدينك ما نجح، حاولت تشعبط برجولك ما نجح. لما تغير اتجاهه اما ان الحصان يعطيك اللي تبغاه فتخف سرعته فيصير ثباتك عليه سهل، او توقف قمصته فيصير ثباتك عليه سهل، او بيقاوم عن طريق انه يقوم بلف فينسى المشكله اللي كان يسويها. يعني كان ينطلق فلما تحاول تلفه يصير يرفض اللفه وينسى الانطلاق، او كان يقمص فلما تحاول تلفه يرفض اللفه وينسى القمصه. ففي كل الحالتين سويت المطلوب. مجرد انه ينشغل بمخالفه اوامر اللف لك الى حد كبير حليت نص المشكله، واللف زي ما تبغى حليت المشكله كامله.
مجرد انك تلف الحصان دخل الحصان في مزاج اخر، وخطوه اخرى تسهل عليك الثبات فوق ظهره. انت راكب الحصان مسار او خبب، اثناء الخبب اختل توازنك، كنت من اول تتشعبط بالعنان تجر قوه او ترفع يدك ورا زياده او تجمع زياده، خطا. طيب ضم رجولك، استعمل ركبه، استعمل ركاب، خطا. وش تسوي؟ واكب الثلاث او اضبط دقه يدك. طب ما اقدر كمبتدئ، حلو، غير اتجاه. شلون؟ انا قاعد اخب اختل توازني، وانت تخب امشي بشكل متعرج. الحصان مجرد انك تمشي بشكل متعرج يا يزيد خطوته شوي او يخفف. زيادة الخطوة أو تخفيف الخطوة بتخلي الثبات عليه أسهل، لأن كان يمشي بخطوة صعبة الثبات عليه. على سبيل المثال الحصان قاعد تهذبه، حاول يقمص عشان يطيحك. لا ترفع يدك، لا تجمع زيادة، لا تشعبط بقوة، لا تستعمل رجلك زيادة عن اللزوم للثبات. طيب شو أسوي؟ غير اتجاهها درج أو دائرة حتى. وش بيصير لما تسوي الدرج أو الدائرة؟ بيزيد سرعته أو بتخف سرعته، فيصير ثباتك عليه أكثر رساوة، خلينا نقول، يرسل الحصان تحتك. أقرب مالها إلا لما تكون في بر وفي ردمية ماشي عليها سيارات واجدة أو خيل واجد ويجيك بطناج. مطب ما ادري تسمونه، لكن مطبات يعني ورا بعض صغار، الردمية اللي تمشي عليها بالسيارة بالجيبة والسيارة العادية، مطبات ورا بعض صغار، فتلقى السيارة ترقل تحرك. الحل عادة اما انك تبالغ في التبطيء، تمشي صفر يعني مرة ماشي بطيء، او انك تبالغ في السرعة تعدي 100. تلاحظ ان السيارة خلينا نقول من 60 او 70 لل 100 حوسة، لكن اذا عديت 100 فرضا كمثال يعني، او قليت عن فرضا من 10 ما ترج. وش تفسيره فيزيائيا؟ ان الكفرات صارت تتحرك بشكل سريع جدا، ما تاثر فيها الارض زي ما كانت تاثر فيها لما كنت بطيء. كذلك لما تكون مره بطيء جدا الضغط حق السياره على الارض مو بقوي مره، فما تهتز. نفس الفكره بالحصان، مرات اذا زاد سرعته صار ثباتك عليه اكثر رساوه، مرات اذا خفف سرعته صار ثباتك عليه اكثر رساوه، مرات العكس تبغى الوسط، ما تبغى يزيد ما تبغى يقل. هذا رايي موضوع ثبت نفسك. لا تثبت نفسك عن طريق العنان، العنان فقط وسيله للتوازن. الجميع تقريبا يقولونها، 7 أو حتى 9 من كل 10 أشخاص يقولونها، فاهمينها خطأ فيعطونك حل أكثر خطأ أو أسوأ. الأصل صحيح في الفكرة، لكن فاهمين الفهم خاطئ. كدليل واقعي على اللي كلام يقول، زي ما قلت كل شيء تقوله في الركوب، يعني جميع الأشياء تكلم عنها في الركوب بالذات، مي برأيي، مي بشيء أتوقعه، واقع طبقته ثم قلته، فأي شيء قاعد تقوله سويته قبل وبتسويه، مو بشيء أعتقده. على سبيل المثال، اي شخص يركب طريقه ركوب صحيحه انت اختارها، يعني الطرق ركوب الصحيحه متفق عليها، اللي صعب نختلف فيها انها خطا، الدريساج فرضا، الطريقه الامريكيه، الطريقه الفرنسيه، الطريقه الاسبانيه، اللي تبي، طرق الركوب غير طريقتي، اذا قلنا انها خطا اللي انت تراهم صح، الدريساج الفرنسيه الاسبانيه المكسيكيه الى اخره. قد شفت شخص في الطرق الركوب هذه يثبت نفسه عن طريق الشعبه طبعا، خاصه عند اختلاف لما يجي في الحصان او يخاف وغيره؟ ابدا. طيب قد شفته يثبت نفسه عن طريق الشعبه برجوله ونشغله كله بعضلات رجوله، وانك لو فك عضلات رجوله طاح؟ ابدا. رجوله مسترخيه سواء مسترج او بدون سرج الى حد كبير، ويدينه ماسك مسك موزون، مو مبالغ في الارخاء ومبالغ في الجر، وحتى لو بالغ في الارخاء يكون الارخاء موزون زي الطريقه الامريكيه. طيب الركوب الخاطئ بانواعه سرج او بدون سرج، اللي بتلاحظه اما انه يتشعبط يده بالنار، رافع يده زياده او الجار على ورا زياده ومرجع ظهره زياده، او بتلاحظ اعتماد زايد على الرجول بدون سرج، يعني ضم يعني راكب بدون سرج من اول الركوب لاخره، الشخص من كثر ما هو ضام رجوله تلقى ركبه عند كتوف الحصان، كثر ما هو متشعبط برجوله، واذا نزل يلا يمشي من الشد اللي برجوله لانه متشعبط زياده. واللي يركب بسرج تحس ان توازنك كله على الركاب، لدرجه انك لو تقص واحده من الركبتين او لو تنقطع الركابه، هو راكب لو انقطعت الركابه طاح من الجهه اللي انقطعت، من كثر ما هو حاط وزنه كله على الركاب او معتمد اعتماد جذري على الركاب، لدرجه انك لو تاخذ بس ركابه من الركبتين انتهى ركوبه نزل. هذا واقع مرئي لا يقبل النقاش، كل شيء قلته تشوفه بعيونك. اللي يركبون صح ما يعتمدون على عنان للثبات لا شك فيها، لكن ما يعتمدون على الرجول للثبات لا شك فيها، يعتمدون على دقة اليد، مما يعني انهم يعتمدون على العنان بس مو بالعنان يثبتك. العنان ثبت الحصان تحتك، فالحصان ثبتك فوقه، بصرف النظر عن كيف ثبت الحصان تحتك بالعنان حسب طريقة الركوب، بس من نهاية طرق الركوب الصحيحة بخيرها وشرها ما تستعمل القوة، بنفس الوقت ما تبالغ في الإرخاء. كلمة حق فهم منها باطل، ما نقول أريد بها باطل، أن نيتهم جيدة بس فهموها خطأ، فاللي فهم خلاك تسوي شيء باطل رغم أن الفكرة الأساسية صحيحة.